بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل النجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم لدينا باب ما جاء في لحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي مضى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باب لحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. هنا نسخ مختلفة، باب ما جاء في لحك كذلك، باب لحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب لحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. ثم قال إبراهيم الباجوري: واللحك مضبوط بالأصول الصحيحة بكسر فسكون اللحك، وإن جاز فيه اللغات الأربعة التي في نحو فخذ من كل ما كان عينه حرفا حلقيا، يعني كل كلمة ثلاثية عينه حرف من حروف الحلق، يجوز فيها أربع لغات. ما هي؟ هي فتح أوله وكسره، فتح أوله وكسر أوله مع سكون ثانيه، فإذن يكون في الحالتين سكون الحرف الثاني. إذن فخذ في خذ لاحق لحك، يعني لغتان. ثم وكسر أوله وثانيه، ثم اللغة الثالثة هذا كسر أوله وثانيه، بين لحك في خذي، هكذا هذا اللغة الثالثة. ثم وفتح أوله وكسر ثانيه، فخذي لاحك، هكذا أربع لغات كما يؤخذ من القاموس. نعم. ثم هذا اللحك خاصة الإنسان، اللحك هو خاصة الإنسان، لذلك حيوان لاحك هو إنسان. ثم والغالب أنه ينشأ عن سرور يعرض للقلب، وقد يلحق غير المسرور، يعني قليلا يلحق غير المسرور أيضا. مثلا هذا لاحق رجل يغلب لأحد، ثم يلحق لحك استهزاء، أو لاحقا سخريا من عدوه، هكذا يكون. غالبا ينشأ من سرور يعرض للقلب. نعم. ثم ما هو اللحك؟ هو انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، هذا هو اللحك. متى؟ إن كان بصوت،
وكان بحيث يسمع من بعيد وهو القهقهة. ثم هذا كان بصوت انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور. هذا هو اللحك. ثم يعني لو كان بصوت حتى يسمع من بعيد فهو القهقهة، هذا نوع من اللحك. ثم وإلا فاللحك يعني هذا بصوت لكن لا يسمع من بعد، لا يسمع البعيد، هذا هو اللحك. ثم وإن كان بلا صوت فهو التبسم، فإذا انبساط الوجه من سرور غالبا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قهقهة، لاحك، تبسم. الذي يكون بلا صوت فهو التبسم، الذي يكون بالصوت لكن لا يسمع من بعيد فهو اللحك، والذي يسمع من بعد فهو القهقهة. هكذا يعني ثلاثة أقسام. نعم. ثم الحديث: بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين، قال: حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال: حدثنا عباد بن العوام رضي الله عنه قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاطة رضي الله عنه عن سماك بن حرب رضي الله عنه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحلا. كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالتثنية أيضاً كما قرأت في ساق بالإفراد في ساق بالتثنية، حموشة أي رقة يعني دقة، كان الساق دقيق ليس غليل جدا، فإذا رقة دقة، وهي مما يمتدح به خلافا كان هذا من مدح يعني مما يمتدح به في صفة الساق. نعم. ثم بعد ذلك قال: وكان لا يضحك إلا تبسما، لا يضحك إلا تبسما، هذا على سبيل الحاسري لكن يحمل على الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، لما سبق من أن جل ضحكه التبسم، وإلا فقد ضحك حتى بدت نواجذه كما ثبت في الحديث. فإذن هذا غالب ضحكه التبسم فقط. نعم. ثم فكنت إذا نظرت، هكذا أو فكنت إذا نظرت، هذا على صيغة التكلم وعلى صيغة الخطاب ورد. نعم. ثم وأن تقول أو أقول هو أكحل، أكحل معناه. ثم قال: وليس بأكحلا، فإذا هذا صفة الكحل أولا طبيعة، أي يعلو جفونه سواد ناشئ من استعمال الكحل، وهذا بحسب بادئ الرأي، هكذا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكحل، سواد هذا الكحل، هذا سواد استعمال الكحل على جفونه، لكن وليس بأكحل معناه ليس أكحل كحلا جعليا، وهو الناشئ من التكحل، فلا ينافي أنه كان أكحل
كهلا أو كاهلا خلقيا. نعم. إذن وليس أني هو ما استعمل الكحلة، بل لماذا تظن أنه استعمل الكحلة؟ لأن لسبب سواد جفونه، شدة سواد جفونه. نعم. فإذن أنت تظن أنه أكحل، تقول أنه إنه أكحل وليس أكحل، يعني هذا الكحل الجعلي. أما الكحل الخلقي فهو ثابت له صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. ذكر ابن حجر رحمه الله، قلت أكحل من الكحل وهو أن يعلو منابت الشعر سواد خلقي، أو أن يسود أن يسود مواضع كحلي، ثم وليس بأكل أي حقيقة، وإنما يظن به عند ابتداء الرؤية والنفي باعتبار الحقيقة. نعم. ثم ويؤخذ من ذلك أن اسوداد العين بحيث يوهم أنه أكحل أشرف من حقيقة الكحل، من استعمال الكحل. فإذا اسوداد العين كيف؟ بحيث يوهم أنه أكحل، أنه استعمل الكحل، يعني هذا السواد الخلقي هو أشرف من سواد استعمال الكحل، يعني هذا الخلقي أفضل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعطى إلا الأفضل مطلقا، ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل مطلقا. فإذا أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان الكحل الخلقية. نعم. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال أخبرنا ابن لهيعة رضي الله عنه عن عبيد الله بن المغيرة رضي الله عنه عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني رضي الله عنه قال حدثنا الليث بن سعد رضي الله عنه يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه أن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب من حديث الليث بن سعد رضي الله عنه، يعني الليث بن سعد تفرد برواية هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، هذا لا يضر، الغرابة لا تضر صحة. نعم. لو كان الراوي ثقة فهو صحيح فلا بأس، هذا ليس بن سعد من كبار المحدثين، كان يلقب بفقيه مصر. نعم. أكثر ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبسمه أكثر من ضحكه بخلاف سائر الناس، الناس يعني ضحكهم أكثر، فإن ضحكهم أكثر من تبسمهم. فحينئذ فلا ينافي هذا ما مر أنه كان متواصل الأحزان، سبق في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، وما ذلك كيف يكون يعني أكثر تبسما؟ هذا لا ينافي. لماذا؟ معنى هذا الحديث يعني أكثر تبسم من أي شيء من لحكه، أما الناس يضحكون كثيرا. ثم وأنه كان متواصلها باطنا، هذا متواصل الأحزان، هذا الحزن في القلب، ذكرنا هناك علته، كان قلبه مشغولا بالله سبحانه وتعالى والتفكر فيه ومشغولا بتجلياته وأسراره، لذلك كان قلبه
أكثر خشية من الله تعالى. من هذه الخشية نشأ تواصل حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في قلبه، يظهر ما في قلبه من الحزن في وجهه. مع ذلك كان يكسر التبسم للناس تألفا لهم. نعم، إذا أرلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم داع للتبسم، داع للسرور، يتبسم لماذا؟ للتألف للناس. نعم، فإذا هو يضمر حزنه في قلبه ومع ذلك يتبسم. نعم، فإذا لا يستطيع أن يلحق. نعم، ثم هذا اللحق القهقهة ليس بحسن أصلا. ثم هذا اللحق يعني لو كان هناك داع فلا بأس، الأفضل يعني التبسم. ما رأيت أحدا أكثر تبسما، كتب هناك إبراهيم الباجوري رحمه الله في حاشيته، أي لأن شأن الكمل إظهار الانبساط والبشر لمن يريدون تألفه واستعطافه مع تلبسهم بالحزن المتواصل باطنا. هذا يعني شأن الكمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل، لذلك يكون في هذا الخلق أيضا كامل. فكثرة تبسمه صلى الله عليه وسلم لا تنافي كونه متواصل الحزن فاندفع. نعم، ما ورد من أنه إذا كان كثير التبسم كيف يكون متواصل الحزن، هذا فهو صلى الله عليه وسلم دائم البشر، ومع ذلك هو دائم الحزن الباطني، حتى إنه قد تبدو آثاره على صفحات وجهه. نعم، الحزن الباطني قد تبدو آثاره، تظهر آثاره على صفحات وجهه. نعم، هكذا الجمع بينهما. ثم وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث رضي الله عنه قال أنبأنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا الأعمش رضي الله عنه عن المعرور بن سويد رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال يعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له علمت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحكا حتى بدت نواجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم. كيف أعلم؟ أي بالوحي. نعم، ثم هذا مما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من هو أول رجل؟ إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة. من هذا الرجل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. أول رجل، نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. أول رجل يدخل الجنة هو نفسه، فإذا هو يعلم أنه يدخل الجنة أولا. نعم، ثم يعلم آخر رجل يخرج من النار، آخر رجل يعني من المؤمنين، من عساة المؤمنين، من آخر رجل هو من عساة المؤمنين، هو الذي يخرج من النار بعد التعذيب، أما الكافر فلا يخرج منه. نعم، ثم يؤتى بالرجل، ثم بعد ذلك قال يؤتى بالرجل يوم القيامة. هذا كلام مستأنف، وإلا يكون يعني معناه بناء على القاعدة العربية إذا أعيد اسم معرفا يكون المراد به نفس الأول، فإذا أولا قال إني لا أعلم أول رجل،
ثم هذا الرجل يدخل الجنة. فإذا ثم إذا قيل يؤتى بالرجل يكون المراد بالرجل هذا رجل الذي مضى نكرة، لكن هذا لا يكون. لماذا؟ لا أعلم أول رجل، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فإذا يؤتى بالرجل هذا غيره، لذلك هذا كلام مستأنف لا يتعلق بما قبله. نعم. قال إبراهيم الباجوري رحمه الله: كلام مستأنف لبيان حال رجل آخر فلا ارتباط له بما قبله. وفي بعض الروايات ويؤتى بالرجل ويؤتى بالرجل إلى آخره بالواو التي للاستئناف. نعم. فإذا هذه الرواية دليل على ما ذكره أولا أنه كلام مستأنف. ثم فيقال: من يقول؟ الله تعالى يقول للملائكة الموكلين بعرض الأعمال: اعرضوا. من الأرض عرض اعرضوا عليه، على هذا الرجل صغار ذنوبه، معناه أظهروها له في صحيفته أو بصورها. كيف يعرضون؟ إما في صحيفته، يعطى صحيفته، أو يعني صور هذه السيئات الذنوب. ثم ويخبأ عنه كبارها. كيف يعرضون صغار الذنوب عليه؟ مع التخبئة، يخبأ يعني مع ستر كبارها. فإذا مومو هؤلاء الملائكة مأمورون بستر كبار ذنوبه، هم أمروا بعرضهم عليه صغار ذنوبه فقط. نعم. هذا رأفة من الله تعالى وعفو من الله تعالى. فإذا هكذا، هذا جملة حالية، يخبأ عنه، تخبأ عنه كبارها. نعم. ويخبأ عنه كبارها، هذا جملة حالية. أو هو عطف على يعرضه. ثم فيقال له: عملت، يعني الملائكة أو الله سبحانه وتعالى يسأله، يقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، عملت يوم كذا، ماذا عمل؟ كذا كذا. فإذا أولا يعني كذا، هذا كناية عن اليوم، يعني يوم كذا، يعني يوم السبت أو يوم الجمعة هكذا. ثم كذا كذا، هذا مفعول، المفعول به لعملته، كناية عن العمل. إذا عملت عمل كذا، ذنب كذا، ذنب كذا، هكذا عددا. إذا كذا الثانية والثالثة كنايتان عن العمل. نعم. يعني هو يقر لا ينكر، هو يعني عبد مطيع يعترف بذنوبه، كان تائبا لذلك لا ينكره. هناك في المحشر يعني قوم ينكرون الذنوب ثم يطلبون من الله تعالى شاهدا من أنفسهم على ذنوبهم، فيختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم وتبدأ أيديهم وأرجلهم تنطق. نعم. هكذا هناك حالة أخرى، وهذا الرجل يعني لا ينكر بل يقر بذنوبه، ومع ذلك هو مشفق من كبارها ويعلم أن هذه المعروضة من الذنوب صغار ذنوبه فقط، هو يخاف من كبارها. أشفق، فعل أشفق حينما يتعدى بمن، معناه خاف وخشيا. نعم. أشفق مشفق من كبارها. لو تعدى بعلى، أشفق على بمعنى الرأفة، الشفقة عندئذ الشفقة بمعنى الرأفة والحنبي. نعم. فإذن حسب اختلاف حرف التعدية يختلف المعنى. أشفق من يعني خاف، أشفق على رأفة. نعم. ثم
وهكذا يعني يعرضون عليه. ثم حين بسبب أنه يقر لا ينكر ماذا فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. إذن قال الله سبحانه وتعالى في حق التائبين أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذن بسبب أنه هذا الرجل لم ينكر بل أقر ماذا بدل سيئاته حسنات فيقول إن لي. ثم هو يعني بعد ذلك هو يفرح بسبب أنه لم يرى كبار ذنوبه يعني عفى الله عن كبار ذنوبه لذلك يفرح ويقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا لا أراها هنا وما ما أراها ها هنا لا أراها ها هنا أو ما أراها ها هنا ها هنا يعني في مقام الأرض أو في صحيفة الأعمال. لماذا قال يعني زال خوفه منها فسأل عنها لتقابل بالحسنات أيضا يعني صغاره قوبلت بالحسنات. فإذا هو عندما زال خوفه من كبارها ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى به لأجل هذه الكبائر زال الخوف. إذا هو يسأل الله تعالى أن يبدل كبائره حسنات هكذا هو يسأل هو يطمع في يعني تقابل كبار ذنوبه بالحسنات لذلك هو يقول هكذا. فإذا كأنه طلب من الله تعالى ثم هكذا يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هذا من يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال فقد رأيت رسول الله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحك حتى بدت نواجذه نواجذ أي ألراسه وفي القاموس هي أقصى الأسنان أو الأنياب أو التي تلي الأنياب أو الألراس يعني هكذا خلاف في النواجذ ما هي المراد هنا المبالغة في كون لحكه صلى الله عليه وسلم هذا فوق ما كان يصدر عنه عادة هذا هو المراد هنا. لماذا؟ هذا لأجل التعجب الله سبحانه وتعالى غفر عنه سيئاته وبدل سيئاته حسنات ثم عفى عن كبائره عن كبار ذنوبه لم يبدلها بحسنات فيطمع في تبديل كبائر ذنوبه بحسنات مع أنه كان خائفا قبل لحظة كان يخاف كان مشفقا من كبار ذنوبه ثم عندما رأى رؤوف ربه يطمع في زيادة رؤوفته حتى تبدل كبائر ذنوبه بالحسنات لذلك لأجل هذا التعجب لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا على خلاف عادته هذا لاحق فيه يعني آفات. مثلا هذا روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه لا تكسر اللحك فإن كثرة اللحك تميت القلب لذلك ينبغي على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبسمه أكثر لحكه أقل. وكذلك يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا من التثاوب كما في تاريخ البخاري وزاد الثاني يعني ابن أبي شيبة زاد أن ذلك عام في الأنبياء يعني جميع الأنبياء كانوا محفوظين من التثاوب ثم ذكر إبراهيم البجوري بعد ذلك ينبغي الاقتداء به فيما هو أغلب أحواله يعني يجب التبسم. ثم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا معاوية بن عمرو رضي الله عنه قال حدثنا
زايدة رضي الله عنه بيان رضي الله عنه عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني منذ أسلمت إلا لحكا. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا معاوية بن عمرو رضي الله عنه قال حدثنا زايدة رضي الله عنه عن إسماعيل بن أبي خالد رضي الله عنه. هنا اختلاف في السند، زايدة روى في السند الأول عن بيان عن قيس، وهنا زايدة روى عن إسماعيل عن قيس، هكذا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسما. نعم، هذا ما منعني من الدخول عليه في بيته مع خواصه وخدمه. لماذا هذا عدم الحجب عدم المنع؟ لشدة إقباله عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليه كثيرا. منذ أسلمت هكذا قال عن جرير رضي الله عنه متى أسلم، متى أسلم كان إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل وفاته بأربعين يوم. هذا ذكر. ثم قال عن إبراهيم الباجوري وقيل غير ذلك، هذا هو الراجح، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم أسلم. ولا رآني إلا لحكا، يعني ولا رآني منذ أسلمت إلا لحكا. في الثاني ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسما، في الرواية الثانية يعني لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتبسم. كلما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يعني جريرا رضي الله عنه يتبسم يلحق هكذا. لماذا هنا إلا لحق في رواية كما يعني قرأت إلا تبسم، وهي موافقة لرواية البخاري يعني التبسم، أنه كان خصوصية له خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسر برؤيته وشكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل، فضرب بوجهه في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هكذا دعا لجرير النيل. هذا جرير هو الذي عرض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لامتحان مكافأته للقتال. نعم، هذا كما سبق. نعم، هذا جرير لا يثبت على الخيل، ثم ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم بدأ يثبت على الخيل، كان راكب الخيل هكذا. فإذا الجمع بين الروايتين، ما رآني منذ أسلمت إلا لحكا أي تبسما، وهذا الذي يعني هذا الحمل هو الذي يجمع بين الروايات. نعم، هذا التبسم لأجل شدة اعتنائه به. نعم، ثم وبه قال حدثنا هناد بن السري رضي الله عنه، هناد بن السري رضي الله عنه قال حدثنا أبو معاوية رضي الله عنه عن الأعمشي رضي الله عنه عن إبراهيم رضي الله عنه عن عبيدة السلماني رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له اندلق فدخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكا حتى بدت نواجذه. هذا في هذا الحديث شيء من صفة آخر رجل خرج من النار. ما هذه الجملة؟ قد سبق في الحديث الماضي، ثم رجل يخرج منها من النار زحفا، زحف يعني يسحب على
أليته نعم. مع أن هذا الرجل قيل اسمه جهينة قيل حناد الجهني هكذا قيل في اسمه. ثم الزحفا يعني الزحف المشي على الاستي مع إشراف الصدر في رواية حبوا حبوا هو المشي على اليدين أو الرجلين أو الركبتين لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أنه يزحف تارة ويحبو أخرى نعم هكذا لماذا هذا يعني الحبو أو الزحف بسبب تعبه الذي أصابه من عذاب النار خرج لأجل ذلك استراح لكن يبقى تعبه لذلك يزحف نعم يقرب من النار عندئذ يقرب من الجنة وهذا آخر رجل من أهل النار يعني من عساة المؤمنين نعم عندئذ يقال له من قبل الله سبحانه وتعالى اندلق يعني اذهب فهو يقوم يعني يمشي فيذهب إلى الجنة ليدخلها فيجد الناس أي الناس قد أخذوا المنازل يعني الناس كلهم أخذوا منازل الجنة إذن كأنه لا يجد منزلا للنزول فيه لا كأنه لا يجد هكذا هو ظن فيقول ربي يقول لله تعالى يعني الناس قد أخذ الناس المنازل كأنه ظن أن الجنة قد امتلأت بساكنيها لم يكن للقادم فيها منزل فيحتاج أن يأخذ منزلا منهم يعني من الناس ليس له منزل خالي هكذا ظن فيقال له من قبل الله تعالى أتذكر أتتذكر أتذكر بحذف إحدى التاءين أتتذكر الزمان الذي كنت فيه يعني في الدنيا هكذا كان المكان ضيق الدنيا ضيقة بحيث إذا امتلأت بساكنها لم يكن للقادم فيها منزل فإذا يأخذ القادم من حل سابقا منزلا له هكذا كان في الدنيا ممكن أنك تذكرت ذلك ليس كذلك هنا ويقال له من قبل الله تعالى تمنى أي أطلب ما تقدره في نفسك وتصوره فيها هذا معنى تمنى فإذا هكذا هو يتمنى عندئذ يعني هو يتمنى كثير فإذا كم يعطى بعشرة أضعاف وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك يعني هو تحير كأنه فقد عقله بسبب هذا يعني هذا الفرح البالغ عطي أضعاف عشرة أضعاف ما سئل ولأن أن الجنة ممتلية بالناس لا يبقى له مكان عندئذ قيل من قبل الله تعالى أنه عطي عشرة أضعاف ما تمنى فإذا هو يعني تحير وقال من بالغ الفرح تحير أنت تسخر مني وأنت الملك يعني لا يليق للملك السخرية نعم فإذا تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل لذلك لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه نعم هكذا يعني أحوال رجال فصدر منه هذا على جهة المندهش لما لا ناله من السرور هكذا قال ابن حجر رحمه الله في الحاشية ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال أنبانا أبو الأحوص رضي الله عنه النبي سحاق رضي الله عنه أن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني
كنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم لحق فقلت له من أي شيء لحقت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعك كما صنعت ثم لحق فقلت من أي شيء لحقت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. في هذا الحديث أيضا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة كان هذه الواقعة كان في زمن خلافة علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا السائل خاطبه بقوله يا أمير المؤمنين. ثم فإذا هذا الذكر يعني على هذه الهيئة مسنون عند الركوب، يعني عند الركوب يقرأ بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله عما يشركون. نعم يقرأ هذا تماما. وهنا في هذه الرواية البسملة نعم فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثم فلما استوى على ظهرها بعد ذلك يستوي على ظهر يعني هذا على ظهر الدابة لو كان على السيارة يعني يتمكن في مكان مقعده يتمكن يستوي على مقعده ثم بعد ذلك يقول الحمد لله ثم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم يسبح الله تعالى أما لا يليق به يعني ينزهه أما الذي سخر لنا يعني الذي أطاق لنا هذا المركب. نعم تسخير وما كنا له مقرنين يعني أقرن بمعنى أطاق ما كنا مطيقين لتسخيره بل الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر. نعم أما وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نعم أين راجعون إلى الدار الآخرة منقلبون إلى الدار الآخرة. ما هي مناسبة هذا الذكر؟ لأن الدابة سبب من أسباب التلف والهلاك إذ كثيرا ما يسقط راكبها عنها فيندلق عنقه فكان شهود الراكب للموت وقد اتصل به سبب من أسبابه حاملا له على تقوى الله في ركوبه ومسيره. نعم فإذا يمكن أن يكون هذا سبب هلاكه لذلك هو يتذكر أنه ينقلب إلى الدار الآخرة. نعم ما الحمد ثم بعد ذلك يعني يحمد الله تعالى ثلاثا يكبر ثلاثا هكذا لماذا هذا الحمد لله ثلاثا ثلاثا لعظمة تلك النعمة التي لا يقدر عليها غير الله سبحانه. التكبير ثلاثا لمزيد إعلام الله وتنزيهه ثم سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني هذا الاستغفار لماذا؟ لشعوره بتقصير العبد عن ماذا إتمام الشكر. هذه نعمة عظيمة كبيرة لكن لا يمكن مكافأة هذه النعمة بالشكر يعني المناسب اللائق لذلك ويشعر بتقصيره بضعفه عندئذ يستغفر هكذا. هذا استغفار يعني شعار التواضع عند المولى جل وعلا. ثم إذن هو لحق فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لحق فإذا هذا حديث مسلسل باللحق نعم على متن الدابة. لماذا لحق تعجبه الله تعالى المراد به يعني من أي شيء لحقت يا رسول الله إن ربك ليعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي. ما معنى العجب هنا؟ تعجبه تعالى المراد به لاستحالته ذاتية واستعلام الشيء والرضا به المستلزم بجزيل الثواب وهذا الرضا المقتضي لفرح النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعطيه يعني كثير الثواب جزيل الثواب
وهذا هو معنى التعجب. التعجب يعني وصف قلبي، نفس قلبي. الله تعالى منزه عنه، لذلك المراد يعني لازمه، هكذا ذكر يعني جميع العلماء من أهل السنة. أما هؤلاء التيمية وأتباعها يقولون يعني بظواهرها، هذا خطو بين. ثم إن ربك لا يعجب أي لا يرضى، فالمراد بالعجب في حقه تعالى لازمه، وهو الرضا لاستحالة حقيقته عليه. الرضا معناه رضا، إذن هكذا الرضا به المستلزم بجزيل الثواب، هذا جزيل الثواب هو المراد، نعم حقيقة. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عون رضي الله عنه محمد بن محمد بن الأسود رضي الله عنه عامر بن عامر بن سعيد رضي الله عنه قال قال سعد قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، قال قلت كيف كان لحكه، قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزعله سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فلحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال قلت من أي شيء لحك، قال من فعله بالرجل. ما شاء الله، هذا واقعة لحكه صلى الله عليه وسلم. أين كان هذا؟ في يوم الخندق. ما هو السبب؟ هذا سعد رضي الله عنه، يعني عامر بن سعد سأل لسعد كيف كان لحكه، يعني ماذا كان سببه. قال كان رجل معه ترس، يعني كان رجل من الأعداء، كان عنده ترس، وكان سعد راميا، فإذا هو يتحين أن يرمي جبهته، لكن ذاك الرجل العدو ماذا يفعل؟ ويقول كذا وكذا بالترسي، يقول كذا وكذا يعني يفعل كذا وكذا، القول بمعنى الفعل هنا، فإذا يفعل ذلك الرجل كذا كذا بالترسي يعني يدفع عن نفسه إصابة الأسهم في وجهه جبهته كذا كذا، يغطي جبهته، فإذا هو يتقي بترسه جبهته من نسابة السهم الصادر من سعد رضي الله عنه ومن غيره، فنزع له سعد رضي الله عنه بالسهم، نزع من كناء من وعاء السهم سهما أخذ، فلما رفع رأسه رماه، كان يتحين، فإذا عندما رفع رأسه رماه لم يخطئ هذه منه، هذه المرة لم يخطئ منه يعني من جبهته، بل أصاب جبهته بالضبط، فإذا انقلب الرجل وشال برجله يعني رفع برجله، انقلب الرجل يعني وقع منقلبا هكذا، صار أسفله أعلاه، هذا الذي قال صار رجله على هكذا، فلحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال من أي شيء لحك، قال من فعله بالرجل، من فعل سعد، من فعله بالرجل، هنا يعني سعد رضي الله عنه هو الذي عبر، لكن هو عبر بالاسم يعني بالالتفات، نعم لحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرحا وسرورا برمي سعد للرجل وإصابته له، وما ترتب على ذلك من إخماد نار الكفر وإذلال أهل الضلال، نعم هكذا. جزاه الله عنا وعن المسلمين، آمين يا رب العالمين. نعم. ثم باب آخر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى.